خلاص يا بابا، عايزين المحل بقى ونسيب التاني بيها. هنسيبه عموما خلاص يا بابا. استعملوا ال هو باشا كده على طول. استعملوا الجيران في المنطقه اللي هو السنة دي الأضحية اختلفت عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كنا مثلا بنشتري الخروف وزنه حوالي 60 أو 65 كيلو، بيقطع 3200 بكثيرة. السنة دي نفس الخروف 65 كيلو قطع 4200 أو فرق حوالي 1200 أو 1100، فرق الخروف من السنة دي للسنة اللي فاتت. حاجه غاليه قوي وكل مدى في غلو، ما نعرفش لسه اليومين الجايين ايه اللي هيحصل، لان ما فيش حاجه ثابته لغايه دلوقتي. وحضرتك كل محل غير التاني. رايح في مصيبه يعني، ما فيش اقبال اساسا. الشعب بيتلكك ومعاه حق عشان الغلو. كان اقل خروف مثلا عندنا السنه اللي فاتت كان اقل خروف ب 1600 ب 1800، السنه دي اقل خروف ب 4000 وانت طالع، يعني ما تلاقيش خروف ب 3000 ونص حتى، عشان وزنه وعشان سعره. بالنسبه للعجول طبعا الناس مش قادره، يعني في ناس كتيره كانت بتضحي لغايه الموضوع ده، ياخدوا كميات لحمه بسيطه يوزعوها وخلاص، لان العجول غاليه جدا عليهم. الكيلو زايد 22 جنيه عن السنه اللي فاتت، فطبعا اصبح العجل بيقطع فلوس كتير. قليل جدا اللي تلاقي شخص جاي يشترك في عجل.